الخير لكل أحرار سوريا من ساحة الكرامة. نحن اليوم قدمنا مبادرة من أجل العلم. بالأيام الماضية لعب الأمن على شغلة الأعلام، شيء علم أخضر، شيء علم الثورة، شيء علم الأحمر. فنحن حاولنا بهالمبادرة هاي أنه نوحد الأعلام ونقول لكل الشعب السوري راية السوريين كلها هي إسقاط هذا النظام، وإن شاء الله بالمستقبل القريب تتحقق هذه الأمنيات وسوريا حرة حرة. وشكرا لكم.